قال عليه الصلاة والسلام بيغمبربي صلى الله عليه وسلم اتى إن الصدق يهدي إلى البر حقيقة درستك إجلكا كترة وإن البر يهدي إلى الجنة أإجلك جنة كيلتا وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا هم كشي الله قرشنده حق كشي بولوب يزلغان شغا قدر وزنين درس سيلاون دوام اتر.